بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. النهاردة ان شاء الله احنا هنحل مع بعض اكزامبل على الريستد والاندرجراوند تانكس. اولا كده خلينا نتكلم مراجعة بسيطة على الحاجات اللي فاتت. احنا قبل كده كنا بنقول ان التانكس بتنقسم لنوعين على حسب مكان وجودها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو التانك دوت موجود على ارتفاع عادي، مثلا على ارتفاع 30 متر مثلا من سطح الارض، فبالتالي انا التانك بشيله على اعمدة او حوائط خرسانية بحيث ان هي تقدر تشيله لحد الارتفاع اللي انا عايز اوصله ده، وساعتها بنسميها elevated tank. اما في نوع تاني ممكن يستخدم، اللي هو التانك ما بحتاجش ان انا ارفعه على ارتفاع عادي، انا بكون عايزه عند سطح الارض او تحت سطح الارض كمان، فساعتها بيكون السبورت بتاعه مش عمدان ولا هي حوائط خرسانة، بتكون السويل هي السبورت بتاعه. ممكن التانك دوت يكون جاست ريستنج على السويل وما فيش lateral earth pressure من على اليمين او من على الشمال، وبالتالي بنسميه ساعتها ريست التانك، او ان هو يكون مدفون بعمق تحت الارض وساعتها بنسميه underground tank. وده بيعمل لنا اختلاف ما بين الاتنين في الاناليسز، لان احنا قبل كده لما كنا بنختار الثيكنس بتاعة الفلور في الاليفيتد تانك ما كانش بيفرق معانا حاجة، كنا بنختار بنشوف الامبيريكال فاليوز ونأسيوم قيمة على أساسها. إنما دلوقتي هيحصل عندنا اختلاف نتيجة إن احنا لو جينا حطينا التانك اللي هو الريستد أو الأندرجراوند على السويل مرة واحدة بتخانة صغيرة زي اللي احنا كنا بناخدها قبل كده، مثلا 250 ملي، فده بينتج عنه إن انت ممكن تلاقي إن الفلور ديت بقت فليكسبل، وساعتها الـ distribution of stresses هيكون مختلف عن اللي احنا هنصمم عليه. فاحنا بنحتاج ان يكون التوزيع بتاع الـ stresses دوت uniform، فبالتالي بنبقى محتاجين نعمل rigid foundation، فده اللي بيضطرنا ان احنا نكبر تخانة القاعدة عن التخانة اللي احنا كنا متعودين ناخدها في اعتبارنا قبل كده. فبنلاقي ان احنا بناخدها مثلا في رينج 450-500 ملي على الاقل، عشان نعمل تشيك ان الفاونديشنز دي هتكون ريجيد معانا. تمام. طيب دلوقتي خلينا نبص على اكزامبل. عموما المسائل كلها بتكون بنفس الدباج ده، يعني هي بيكون نفس الحاجات مطلوبة، بس الفرق اللي هو المفروض بقى تاخده في الاعتبار ما بين الريستد والاندرجراوند، وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. هو المسألة هوريها لكم في السلايد اللي بعد الجاية على طول ان شاء الله، بس نقرأ بس راس السؤال. هو بيقول لك فيجر 1 شوز سكشنال اليفيشن وي بلان وسكشنال سايد فيو لريكتانجلر ووتر تانك. بيقول لك التانك دوت ارتفاعه 8 متر، تمام، وبيتكون من 4 compartments، بمعنى ان في 4 غرف موجودين في التانك دوت. 3 من الغرف ديت فيهم مية، والرابعة مستخدمة كبامب روم. وخد بالك ان هو قالك ان ديت بامب روم مش امتي، بمعنى ان انت بمجرد ما قالك ان دي بامب روم يبقى فيه وزن ناس ممكن تخش تمشي جوه الاوضة ديت، في مكان هيتحط في الاوضه ديت، فبالتالي في لايف لود وفلور كفر المفروض ان هما يتحطوا على الفلور بتاعه البامب روم، مش هتتساب على الاون ويت بس. تمام. بيقول لك ان كل الحوائط لاترالي سبورتد ات ذا توب باي هوريزونتال بيمز. تمام. بمعنى ان احنا ما عندناش حوائط كانتليفر. بيقول ان مطلوب اول حاجة ان انت تعمل استيميشن للدايمنشنز للبلاطات والحوائط، وترسم اللود دياجرامز للتلات قطعات A A B B C C. التلاتة دولت A A اللي هو و B B و C C اللي هو السكشنال اليفيشن والبلان والسايد فيو. تاني حاجة مطلوب منك ان انت تعمل كالكوليشن و
وترسم البند الانترنال فورسز دياجرامز اللي انت بتحتاجها. طيب انت لما تيجي تعمل ديزاين لتانك انت عموما بتحتاج حاجتين اساسيتين، انت بتحتاج البندنج مومنت دياجرام وبتحتاج النورمال فورس دياجرام. بس خد بالك هو ما قالكش هتحسب البندنج مومنت والنورمال فورس لكل المسألة، يعني انت مديك 3 كروس سيكشنز قالك انا عايز للتلاتة الدايمنشنز واللود دياجرامز ليهم للتلاتة. اما هنا لما دخل في الجزء دوت هو عادة مش هيطلب منك ان انت تعمل ديزاين وتسليح وترسم internal forces diagrams لكل القطاعات. عادة هو هيختار منك قطاع واحد زي ما هو محدد لك هنا بيقول لك section BB only، فانت لازم تركز ان انت القطاع اللي انت هتشتغل فيه المسمى بتاعه تكون واخد بالك منه، بحيث ان انت ما تخشش تشتغل في واحد تاني وبعد شوية وانت بتحل تكتشف ان الله كان هو مطلوب مني بي بي مش اي اي، فترجع يبقى كل اللي انت عملته دوت ما كانش ليه لازمة. تمام. طيب بعد كده بيقول لك مطلوب ان انت تعمل ديزاين للكريتيكال سيكشنز اوف ذا تانك اور سيكشن بي بي، نفس القطاع اللي انت هترسم له بيندنج مومنت دياجرام ونورمال فورس دياجرام هتاخد القيم بتاعت الانترنال فورسز دي وتعمل بيها ديزاين للكريتيكال سيكشنز اللي موجودة عندك. اخر حاجه بقى بيقول لك لسكشن بي بي ارسم لي هاف سكشنال اليفيشن شوينج ذا ديتيلز اوف رينفورسمنت تو سكيل 1 لـ25. طيب هاف سكشنال اليفيشن معناه ان انت هترسم نص للتانك ابعاد وتسليح والنص التاني هتعمل له تفريد نتيجه ان التانك دوت سيمتريك زي ما هنشوف في السلايد اللي بعد دي. حاجه تانية خد بالك منها الجيفنز، هو مدي لك جيفن الكونكريت كاركترستيك سترينس الاف سي يو 25 ميجا باسكال، الستيل جريت اللي انت هتستخدمه 360 على 520، والحاجات ديت هتفرق معاك وانت بتختار القيم بتاعه البيتا كراك. يعني انت لما تيجي تختار البيتا كراك ستيل 36 على 52 ليه قيم غير 40 على 60، فانت خد بالك من الحكايه ديت وانت بتشتغل من الاول. طيب وبيقول لك اللايف لود في الامتي كومبارتمنت اللي هي البامب روم، هو في المساله احنا قلنا ان في 3 كومبارتمنتس فول وفي واحده امتي. طيب بيقول لك ديت هتحط فيها لايف لود 6 كيلو نيوتن بير متر سكوير بالاضافه للاون ويت اللي انت هتحسبه، يعني هو ده مش انكلودنج الاون ويت بتاعه. واخر حاجه بيقول لك السويل يونت ويت 18 كيلو نيوتن بير متر سكوير، ودوت هتحتاجه لان انت ساعتها هتضطر التانك دوت، هو تانك اندر جراوند زي ما انتوا شايفين، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الجراوند ليفل موجود على ارتفاع 4 متر من البوتوم بتاع التانك. التانك دوت زي ما احنا قرينا في المسألة هو ارتفاعه الكلي 8 متر، هو الجراوند ليفل بتاعك ادي سكشن اي اي دوت سكشنال اليفيشن سكشنال سايد فيو بي بي، وبعدين سكشن سي سي دوت اللي هو البلان. عايز تعرف اماكن القطع بتاعه القطاعات ديت موجوده فين بص في كل قطاع فيهم. يعني لو جينا مثلا سكشن سي سي اللي هو تحت هنا زي ما انت شايف معايا كده هتلاقي بيقول لك سكشن اي اي مقطوع فيه في الاتجاه ده، فلو جيت بصيت طلعت بيها فوق هتلاقي اهو سكشن اي ادي التانك دوت ارتفاعه 4 متر، التانك دوت هو قطع تحت هنا سي سي، اديك لو جيت بصيت هنا في اي هتلاقي هو جايب لك هنا سي سي، فهو قطع في الامتي بامب روم، فعشان كده شاف الثلاث كومبارتمنتس اللي جنب بعض ما شاف اللي فوق دي لوحدها. هنا شاف دي اللي هي الفول، شاف البامب روم الامتي اللي تحت هنا، وشاف الفول اللي على اليمين، والتانك زي ما انت شايف سكشن اي اي ده سيمتريك في 3 1 2 3 مليانين ميه، واحده امتي على اساس انها بامب روم، في 4 متر تحت الارض، وبالتالي هيبقى عندك lateral earth pressure مؤثر على الحوائط الجانبية دي. لو انت جيت بصيت معايا في section CC هتلاقي الحيطة دي والحيطة دي ودي ودي عليهم lateral earth pressure، لكن الحيطة دي ودي اللي هما الارتفاع بتاعهم الحيطة ديت هيبقى الارتفاع بتاعها 8 متر على بعضها، لانها المفروض تسد الجزء ده وتسد الجزء دوت، فبقى ارتفاع الحيطة دي ودي 8 متر، فيبقى يكون في lateral earth pressure على ارتفاع
4 متر بس منها، واللي فوق ده هيبقى بزيرو. طيب لو جيت بصيت هنا القطر سيكشن بي بي، بي بي اهو هو ده جايب لك تانك دورين 4 متر تحت الارض 4 متر فوق الارض، في تانك امتي هنا وفي هنا اوضه فول، وقال لك البعد دوت 6 متر. تمام كده؟ لو جيت لاحظت لازم تاخد في اعتبارك حاجه مهمه جدا، اذا كان هو قايل لك في جراوند ووتر تيبل ولا لا. تمام، لو جيت بصيت هنا مش هتلاقي ان في جراوند ووتر تيبل موجود في المساله. لازم تاخد في اعتبارك الحاجات دي، لازم تركز كويس، لازم تعرف ارتفاع الميه في التانك هيكون قد ايه. هنا دوت ارتفاعه 4 متر وهنا ده ارتفاعه 4 متر تانيين. تمام كده؟ عندنا 3 اوض مليانين ميه وواحده امتي بامب روم بس. خلينا نبتدي الأول كده نشوف المفروض إن احنا نعمل إيه. عادة أنت في أي منشأ هتيجي تعمل له ديزاين، أنت الأول محتاج إن أنت تحسب اللودز اللي موجودة جواه. طيب عشان أوصل إن أنا أحسب اللودز، أنت محتاج أولا حاجتين رئيسيتين. محتاج أولا إيه هي اللودز اللي هتخش معاك في الاعتبار. أنت هنا البرايمري لود عندك اللي هو المية، بالإضافة لللايف لود اللي في البامب روم، وعندك كمان الأون ويت بتاع الممبرز. طيب يبقى أنا محتاج إن أنا أعرف أولا عشان أجيب الأون ويت، محتاج أعرف الأبعاد بتاعة القطاعات الخرسانية اللي أنا هستخدمها. طيب هل دي جيفن؟ لا مش هتبقى جيفن بالنسبة لك، لازم إن أنت تعمل استيميشن للكونكريت دايمنشنز. طيب هل أنت تعرف إزاي تعمل لها استيميشن؟ أه أنت تعرف إزاي تعمل لها استيميشن. لو احنا قبل كده كنا من اول الاليفيتد تانكس كنا بنقول ان الحوايط بنستخدم لو هي كانت ليفر كنا بناخدها ال على 10، لو هي فيكسد هنجد كنا بناخد الحيطه مثلا ال على 16، الارضيه برضو كنا بناخدها في نفس الرينج دوت. بس هنا احنا قلنا في كونديشن مختلف اللي هو نتيجه ان السبورت ما بقاش اعمده او حوايط خرسانيه، بقى عندك السويل هي السبورت. فنتيجة وجود السويل كسبورت محتاجين نعمل ريجيد فاونديشن. احنا محتاجين البيز اللي تحت دي تكون ريجيد بحيث الاسترسس تكون يونيفورم تحت الخزان دوت. تمام؟ طيب احنا محتاجين اولا عشان نجيب اللودز على الخزان ده ونرسم اللود دايجرامز، محتاجين اولا نعرف الابعاد عشان نقدر نحسب الاون ويت، وثانيا محتاجين نقسم الحوايط بحيث ان احنا نعرف الاسبكت ريشيو بتاع كل حيطه، ومنها نعرف الحته دي 1 واي ولا 2 واي، ومنها لو هي 2 واي نعرف الالفا والبيتا ونعرف اللود رايح في كل اتجاه ازاي. تمام كده؟ طيب للتذكره لازم تاخد في اعتبارك ان احنا لما جينا قرينا المساله قال لك سيكشن بي بي فقط هو اللي هنرسم له انترنال فورسز دايجرامز بيننج مومنت ونورمال، وبعد كده هنعمل له ديزاين للكريتيكال سيكشنز، وبعد كده هنرسم له تسليح. يعني انت مجرد ما خلصت خطوه اللود دايجرامز، القطاع ده والقطاع ده ولا ليهم اي لازمه بالنسبه لك، خلاص اركن على جنب، دول دورهم انتهى بالنسبه لك في المساله، انت محتاج تفوكس على ده بس. تمام؟ طيب اولا زي ما احنا قلنا هنعمل استيميشن للكونكريت دايمنشنز للحوايط والفلورز. طيب عندنا الاول هنعمل assumption ان احنا الوولز بالنسبه لنا التي بتاعتها ال على 16، احنا كان عندنا الارتفاع الكلي بتاع التانك 8 متر، منهم 4 متر تحت الارض و4 متر فوق الارض، يعني كل حيطه ارتفاعها 4 متر. طيب يبقى احنا عندنا التكنس بتاع الوول ال على 16 اللي هو 4000 على 16 اللي هو هناخده ب 250 مللي. طيب يجي عندنا دلوقتي مشكله، واحد ممكن يجي يقول لي طب انت قلت لنا ان انت محتاج بالنسبه للفلور اللي تحت هنا دي محتاجين نكبر التخانه بحيث ان احنا نزود الاستيفنس بتاعه البيز، وبالتالي يبقى في يونيفورم ستريسز تحت الارضيه ونحافظ عليها. طيب هل الكونديشن اللي احنا اتكلمنا عليه بالنسبه للفلور اللي تحت ديت ينطبق على الفلور اللي فوق ديت؟ لا، انت هنا الفلور دي زيها زي الفلور بتاعة الاليفيتد تانك بالظبط، هي مفيش أي حاجة بتأثر عليها من تحت ومفيش أي ستريسز هتتقسم عليها من تحت، هي كل وظيفتها إنها شايلة المية ديت من فوق. فأنت لما تيجي تتعامل مع الأرضية اللي تحت دي
هتتعامل معاها كأنها أرضية في ريستد أو أندر جراوند تانكس زي اللي اتكلمنا عليها في البداية بالظبط، لكن الأرضية دي مش مستاهلة إن أنت تكبر فيها التخانة عشان خاطر إن أنت توزع ستريس يونيفورم. هي هتيجي منين؟ مفيش تربة أصلا تحتها، فديت هتتعامل معاها معاملة عادية جدا كأنها إليفيتد تانك، أما ديت هتتعامل معاها كأنها البيز لريستد أو أندر جراوند تانك. احنا هنا زي ما قلنا الوولز 250 مللي، في فلور 1 اللي هي الفلور اللي فوق اللي قلنا ان احنا نتعامل معاها كانها اليفيتد تانك، وبعد كده اللي تحت ديت هي اللي نتعامل معاها كانها ريست او اندر جراوند، ودي اللي هناخدها ب 450 مللي. طيب حاجه تانية، كان قال ان انت عندك all walls are laterally supported by horizontal beams، يعني احنا عندنا كل حته هنا في horizontal beam. هل احنا هنحتاج نفرض ابعاد للهوريزونتال بيم دي؟ هنحتاج، لان انت لما تيجي الخطوه اللي بعد الاستيميشن اوف كونكريت دايمنشنز هنحتاج ان احنا هنحسب ان احنا التشيك سويل بريشر. طيب عشان نعمل تشيك للسويل بريشر احنا محتاجين ان احنا نشوف الوزن الكلي بتاع التانك مقسوم على الكونتاكت اريا بتاع السويل. طيب فاحنا محتاجين كده نجيب او نأسيوم دايمنشنز للهوريزونتال بيمز دي، فخلينا نأسيوم ان الدايمنشنز بتاعت الهوريزونتال بيمز كلها 250 في 700 ملي. وكده احنا حسبنا الكونكريت دايمنشنز لكل الممبرز اللي موجوده عندنا في التانك ده. طيب تيجي عندنا بقى الخطوه اللي بعد دي، ان احنا نعمل تشيك سويل ستريس. السويل دايما ليها قدره تحمل، قدره التحمل بتاعه السويل دي احنا بنسميها بيرنج كاباسيتي اوف سويل، اللي هي قيمه الاستريس اللي لو جه اثر على السويل، السويل هتقدر تستحمله بامان. اما لو القيمة بتاعت الاسترس دي زادت على البيرنج كاباستي هيبقى فيه خطورة ان ممكن يحصل فيلير للسويل دي، فاحنا لازم نعمل تشيك من التانك ده بالاحمال اللي موجودة عليه بالكيس اللي هو مديها لك، ونشوف اذا كان السويل استرس ده سيف ولا انسيف. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل تشيك على الاسترس. الاسترس هو عبارة عن ايه؟ الاسترس ديفينيشن بتاعه فورس على اريا دائما وابدا. انت ايه الفورس اللي هتأثر على سطح التربة؟ الفورس اللي هتأثر عندك اللي هو السيجما ويت بتاع التانك دوت فوق التربة. طيب انت عندك التانك دوت ايه الاوزان اللي ممكن تكون موجودة فيه؟ عندك الاون ويت بتاع الار سي elements اللي هي سواء حوايط ارضيات horizontal beams، وعندك وزن المية في الكومبارتمنتس اللي مليانة مية، اوكي؟ وتالت حاجة عندك اللايف لود بتاع البامب رومز، اوكي؟ طيب حد ممكن يجي يقول طب انا مثلا لو في تانك جيفن بالنسبة لي هو مديني تلاتة امتي، تلاتة فول وواحدة امتي، وما قاليش ان الامتي ديت فيها بامب روم وما فيهاش لودز، هل لما اجي احسب الاوزان دي احط انا من عندي وزن مية في الغرفة الامتي دي؟ لا، انت لما تيجي تعمل تحل المسألة ديت انت ما بيطلبش منك غير الكيس اللي جيفن ليك في المسألة ديت. لما انت بعد كده تيجي in practical life تيجي تعمل ديزاين لتانك زي ده، هتقعد تعمل load cases وتشوف الخزان دوت لو هو underground تعمل مرة المية موجودة جوه، ومرة ككونستراكشن ستيج مرة المية موجودة جوه ومش موجود من برة التربة، مرة التربة موجودة برة وانا لسه بعمل كونستراكشن للتانك وبعد كده مفيش مياه جوه. الحاجات دي هتاخدها في اعتبارك بعد كده، انما دلوقتي انت كونسيرند بس بالكيس بتاعت التانك الجيفن قدامك ديت، مالكش علاقه طب ديت لو مليتها هيبقى احسن، دي تبقى مور كريتيكال، لا مالكش اي علاقه، انت بتشوف الكيس اللي موجوده اوريدي قدامك وتحل عليها. طيب احنا بالنسبه لنا لو جيت بصيت هتلاقي ان انت في الاول عندك الوزن بتاع الأرضية اللي احنا كنا خدنا التخانة بتاعتها 0.45 والأريا بتاعتها كانت 6 في 12، اوكي؟ كده انا التلاتة دولت، التلاتة ترمز دولت فوليوم اوف كونكريت، فوليوم انا ما جبتش ويت لسه،
ايه؟ طيب وبعد كده 0.25 دي اللي هي التخانة بتاعة الحوايط، يبقى 0.25 في 6 في 4 ديت جزء من الحوايط، وده جزء تاني من الحوايط، وده كده جزء تالت من الحوايط، وهنا دي في الأرضية. كل دوت كده حسبتهم اللي بين القوسين ده كله volume of concrete، أنا ما حسبتش on weight لسه. طيب عشان أنا أحسب ال on weight محتاج إيه؟ محتاج تضرب في في weight per unit volume اللي هو جاما كونكريت اللي هي ب25، كده الترم ده بيتقال عليه weight، إنما قبل كده لأ ما كانش weight. طيب بعد كده محتاجين نحسب ايه الابعاد بتاعت، قصدي الويت بتاع الهوريزونتال بيم. طيب يبقى احنا محتاجين نحسب البريمتر بتاع الهوريزونتال بيم ونضربها في القطاع بتاع الابعاد ونضرب في 25 اللي هو جنب الكونكريت، بحيث ان احنا نكون جبنا الفوليوم على بعض. طيب بعد كده قلنا ان احنا عندنا الويت اوف ووتر، هنحسب فوليوم اوف ووتر ونضربه في الويت بير يونت فوليوم اوف ووتر اللي هو 10 كيلو نيوتن بير متر كيوب. اخر حاجه متبقيه عندنا اللايف لود ان بامب رومز، انت هتجيب ال 6 كيلو نيوتن بير متر سكوير تضربها في الاريا جبت اللود، تجمع كل دوت يطلع لك 5894 كيلو نيوتن. انا محتاج احسب ستريس على السويل. الستريس على السويل ده انت المفروض تجيب سيجما ويت اللي هو التوتال فورس المأثرة على السويل وتقسمها على الكونتاكت اريا. طيب الكونتاكت اريا بالنسبة لنا في المسألة ديت لو رجعنا كده بصينا اللي هي كام، كونتاكت اريا اللي هي المفروض عندك اللي هي هنا 4 و4 و4 اللي هم 12 متر مضروبين في 6 الناحية التانية، هي دي الكونتاكت اريا، ديت المساحة اللي هيتنقل عليها الحمل من التانك للأرضية. طيب يبقى احنا محتاجين نقسم 5894 على 6 في 12 اللي هي الكونتاكت اريا، يطلع لنا 81.86 كيلو نيوتن بير متر سكوير. طيب هل الرقم ده سيف ولا انسيف؟ لو احنا بنقول ان احنا هنا بنعمل تشيك سويل ستريس، هل الرقم ده سيف ولا انسيف؟ عادة المفروض ان هو يبقى جيفن بالنسبة لك السويل كونديشن ايه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو الرقم دوت المفروض يبقى جيفن ليك، الرقم ده ممكن يكون 100 كيلو نيوتن بير متر سكوير، ممكن يكون 150، ممكن يكون 200. عادة في مصر ممكن الرينج بتاعه يكون ما بين 100 لـ200 كيلو نيوتن بير متر سكوير، فباي سنس انت الرقم ده بالنسبة لك هيكون تمام ويعدي ومفيش مشكلة والتانك كده سيف على التربة ديت. طيب حاجة تانية كنت انت تحتاج ان انت تعملها لكن هي مش موجودة عندنا في المسألة دي، ان انت تعمل تشيك ابليفت. بس ابليفت ده بيحصل امتى؟ الابليفت والابليفت بيحصل لما يكون عندك فيه ميه حوالين التانك ده، في جراوند ووتر تيبل محوطه التانك ده، فانت ساعتها هتحتاج ان انت تعمل تشيك ابليفت على التانك. طيب الاف جروس ده اللي هو التوتال ستريس اللي مأثر عند الكونتاكت ما بين الخزان والارضيه. طيب ما في دايركت لود بيتنقل عند الكونتاكت ما بين الخزان والارضيه. طيب الدايركت لود ده انت عشان تجيب النت ستريس اللي موجود عند النقطه ديت انت محتاج ان انت تطرح قيمه الدايركت لود من الاف جروس، بمعنى ان انت ايه، انت عندك هنا التانك ده لو جينا بصينا هنا مثلا، انت عندك هنا الدايركت لود اللي مأثر عند النقطة دي، انت عندك الويت بتاع الحوايط بتاع المية بتاع الهوريزونتال بيمز كل الكلام ده، الدايركت لود اللي مأثر هنا بالظبط اللي هو الاون ويت بتاع الأرضية دي زائد اللايف لود اللي مأثر هنا، ده الدايركت لود في الحتة دي. الجزء ده هو هو الجزء ده، يعني هنا كده انا عندي اف جروس بيأثر لفوق وعندي دايركت لود بيأثر لتحت اللي هو اللايف لود بتاع البامب روم والاون ويت بتاع الأرضية. طيب بالنسبة للجزء ده الجزء ده اليمين والشمال، ايه الدايركت لود اللي بيأثر عندي؟ انا الدايركت لود مختلف هنا، انا عندي زي ما هنا موجود في الاون ويت بتاع الأرضية بس عندي وزن المية، فانا عندي اف نت 1 هنا وعندي اف نت 2 هنا نتيجة اختلاف الدايركت لودز اللي مأثرة عند كل
نرجع تاني نقول ان احنا الاف نت يبقى اللي هو عبارة عن الاف جروس اللي هي 81.86 ماينس الدايركت لود اف 1 اللي هي كانت في الجزء اللي فيه مية، يبقى هنطرح وزن المية اللي هو 4 متر ارتفاع في 10 اللي هو اليون الويت بير يونت فوليوم بتاع المية، زائد الاون ويت بتاع الارضية اللي هو 0.45 في 25 اللي هي جاما كونكريت يطلع 30.65 يونت بير متر سكوير. وعندنا اف نت 2 اللي هو 81.86 ناقص 6 اللي هو اللايف لود في البامب روم زائد الاون ويت بتاع الارضيه اللي هو 0.45 في 25 يطلع 64.61 كيلو نيوتن بير متر سكوير. تمام. طيب كده انا محتاج ايه عشان ارسم لود دايجرامز؟ انا جبت اللود على الارضيات، جبت الابعاد، بس انا لسه لحد دلوقتي ما اقدرش ان انا ارسم لود دايجرام. ليه ما اقدرش ان انا ارسم لود دايجرام؟ ببساطه لان لسه ما عملتش لود ديستريبيوشن اصلا للحوائط ديت. خلينا نقول اولا ان احنا محتاجين نبص نظره كده على التانك قبل ما نبتدي نعمل اي حاجه. محتاجين نسمي الحوائط والارضيات بحيث ان احنا ما ندوش ما بين الدايجرام وبين الحسابات بتاعتنا. حافظ دايما ان انت تخلي حساباتك منظمة، تخلي كل حاجة فيها ريفرنس، ما تقعدش انت تشتغل تكتب 4F1 الار بتساوي كذا، الالفا بتساوي كذا، البيتا بتساوي كذا، اللود بتساوي كذا. طيب اللي هيجي يبص وراك هيعرف F1 دي فين unless ان انت حطيت له دياجرام وكتب له F1 هي اللي موجودة في المكان ده. فانت لازم تحافظ على دوت وانت بتحل. خلينا احنا عندنا نوعين من الارضيات، عندنا F1 اللي هو الارضيه اللي فوق هنا، وعندنا في F2 اللي هي اللي تحت هنا. في واحد ممكن يجي يقول طب ما F2 دي اللي هي دي ولا دي؟ عموما الاثنين ليهم نفس الابعاد، فليهم نفس الاسبكت ريشيو، ليهم نفس الالفا، ليهم نفس البيتا. فانت ممكن ان انت تسمي الاثنين دول بنفس الاسم، وتيجي وانت بتعمل لود دايجرام تشوف كل واحدة اللود التوتال عليها قد ايه وتضرب في الالفا والبيتا بتاعتها وتخلي اللود مختلف. عايز تسمي دي F2 وتسمي دي F3 براحتك. طيب بالنسبة للحوائط عندنا في حيطة هنا W1 تمام اللي هي 4 متر ارتفاع في 6 متر كوب. عندنا هنا W2 اللي هي نفس الأبعاد لكن مختلفة في الكونتينيوتي. الحيطة دي لو جيت بصيت هي سيمبل من ناحية، كونتينيوس من ناحية، الحيطة دي كونتينيوس من هنا وكونتينيوس من هنا. وعندنا W3 عندنا W4 W5 تمام. كده احنا سمينا الحوائط والأرضيات بحيث ان احنا نقدر نعمل لها load distribution. طيب لو جينا بصينا هتلاقي ان انت عندك 3 معادلات أساسية بتستخدمها دايما وانت بتعمل لود ديستريبيوشن. اولا عندك الار اللي هي الاسبكت ريشيو بتاعتك اللي عباره عن ام ال في ام داش ال شورت. الام والام داش دول قلنا فاكتورز بيعتمدوا على الكونتينيوتي بتاعه الممبر، بمعنى ان هو لو الممبر ده سمبل فروم تو سايدز ودي كيس انت عاده مش هتشوفها في التانكات بتاخد الام والام داش بواحد. لو كان الممبر كونتينيوس فروم وان سايد وسمبل من الناحيه الثانيه بتلاقي ان الام والام داش 0.87. لو كونتينيوس فروم تو سايدز وديت هي الكيس اللي بتحصل في الفلورز دايما فبتلاقي الرقم ده 0.76. فالار بالنسبه لك ام ال على ام داش ال شورت. الالفا والبيتا لما بنيجي نستخدمهم بنقول ان المجموع بتاعهم بيطلع في النهايه بواحد، فدوت الالفا بتبقى ار باور 4 على 1 زائد ار باور 4، والبيتا ممكن تحسبها 1 على 1 زائد r باور 4، او تنجز نفسك هو كده كده مجموعهم 1 يبقى 1 ماينس الالفا. طيب احنا محتاجين نحسب اللود ديستريبيوشن للممبرز. عندنا الحوائط الارضيات قصدي اولا كانت ابعادها اللي هو 4 متر في 6 متر، فانت عندك الار هتبقى ام ال على ام داش ال شورت، الام والام داش لاي ارضيه 0.76، فهتلاقي الار طالعه 0.76 في 6 على 0.76 فأربعة يطلع لك اللي هو 1.5، وبالتالي الألفا والبيتا يطلعوا لك 0.84 0.16. الأرضية التانية اللي احنا قلنا اللي هي يعني كانت واحدة فوق واحدة تحت، الاتنين ليهم نفس الأبعاد بالظبط والاتنين ليهم نفس
الار والالفا والبيتا. بالنسبة ل W1 الار بتاعتها كانت 1.31 والالفا 0.75 والبيتا 0.25. W2 كانت الار 1.5 الفا 0.84 والبيتا 0.16. W3 كان ليها، لو جينا بصينا هنا كان ليها نفس الأبعاد بتاع W1، كان ليها نفس الـ end conditions، simple من ناحية و continuous من ناحية، simple من ناحية و continuous من ناحية، تمام؟ يبقى W1 و W3 ليهم نفس الـ alpha والـ beta والـ R، و W4 كانت الـ R بتاعتها بواحد، والألفا والبيتا بتساوي نص. هنا ديت اللي هي كانت 4 متر في 4 متر، عشان كده الأر بتاعتها كانت بتساوي 1 وهي كونتينوس من ناحيتين، عشان كده الأر بتاعتها بواحد والألفا والبيتا بنص. W5 كانت الأر 1.14، الألفا 0.63، البيتا 0.37. ده كده بالنسبة للود ديستريبيوشن بتاعنا. طيب كده احنا نقدر ان احنا نرسم اللود دياجرامز على التلات قطاعات الجيفن بالنسبة لك. لو جينا بصينا هنا اولا على سكشن بي بي وسكشن اي اي، هتلاقي ان انت هنا كان عندك اولا، خلينا في سكشن اي اي، كان عندنا فوق هنا في مية، فهنا الارتفاع ده كان 4 متر، جام ووتر في اتش هنا جام ووتر ب10 في الارتفاع 4 متر، يطلع لك هنا المفروض المجموع يطلع 40. الحيطة ديت الرجوع ان احنا نعرف هنا دي كانت W3، W3 كانت الار بتاعتها 1.31، الالفا 0.75 والبيتا 0.25. طيب يبقى هنا كده ال 40 اللي هنا دي لما اجي اضربها في 0.75 يطلع لي 30 اللي هو في الاتجاه الرأسي، لما اجي اضرب دي في 0.25 يطلع لي ان دوت ب 10، 0.75 في 40 ب 30، 0.25 في 40 ب 10. طب واحد يقول لي انت عرفت منين ان هي اساسا الاتجاه الالفا بتاعها في الاتجاه الرأسي؟ انت الحيطة دي كانت 4 متر ارتفاع في 6 متر عرض لجوه. طيب فانت الارتفاع ده اصغر من اللي جوه، وانت كده كده عندك دوت ماشي continuous من one side بس اللي هي تحت، والتاني ده continuous from two sides، بس لما تيجي تعمل الار بتساوي ام ال على ام داش ال شورت، هتلاقي الطول اللي فوق اللي هو 6 متر واللي فوق هو اللي بياخد البيتا دايما، فعشان كده عرفت ان دوت هيبقى الحمل الكبير ماشي في الاتجاه الرأسي. طيب بالنسبة للفلور ديت انت جبت لها الالفا والبيتا بتاعتها، ودي كانت 4 متر برضو في 6 متر، فديت هتاخد الشير الاكبر اللي هو 38.85 في ده الاتجاه اللي رايح فيه الالفا، اما هنا ده الاتجاه اللي رايح فيه البيتا، تمام كده؟ لما انت تيجي توزع وهكذا بقى بالنسبة للحوايط اللي هنا واللي هنا واللي هنا، خلي بالك ان انت هنا هيبقى فيه lateral load بتاع المية على الجزء دوت نتيجة ان انت هنا فيه مية وهنا empty، تمام كده؟ لما انت تيجي تعمل انت هنا، حد هيجي يقول لي طب ما هنا في جراوند في ووتر ايرث بريشر موجود من الناحيه دي، انت ممكن ان انت ترسم الايرث بريشر هنا من ناحيه وترسمه من هنا من ناحيه وتسيب الاثنين، وانت بتاخد بتفصص الممبر ده عشان تطلع فيكسد اند مومنت، تقوم واخد دوت لوحده تقعد تحسب الفيكسد اند مومنت نتيجه بقى ايه 4-5 كومبوننتس، ان هنا عندك مثلث وهنا يبقى في عندك مثلث ويبقى في عندك مثلث بره، يبقى عندك 4 مثلثات، فانت بالنسبه لك الاسهل ان انت تطير المثلث اللي بره مع المثلث اللي جوه ويتبقى لك مثلثين بس، تمام؟ هنا كان القطاع ده اوريدي امتي، فما فيش lateral earth pressure من بره من جوه اصلا، فانت ما فيش عندك غير الايرث بريشر اللي موجود نتيجه السويل بس، هو ده اللي انت هتقسمه بالالفا والبيتا هنا، تمام؟ بالنسبه للاف نت كنا احنا قلنا ان احنا عندنا اف نت 1 واف نت 2، كل واحد هتضربه في الالفا والبيتا بتاعته، فلو جيت بصيت هنا هتلاقي ده 4 في 6 متر يبقى ده الاتجاه اللي هيروح فيه الالفا، يبقى اف نت 2 في الالفا يطلع لك 54.27 والفا نت في البيتا يطلع لك 10.33، تمام؟
وهنا نفس الحكاية الفا نت اف نت 1 في الالفا يطلع على 25.71 والفا نت في البيتا في الاف نت 2 يطلع لك بقى الرقم المتبقي منها. تمام كده؟ ده بالنسبة للود دايجرامز السكشن اي اي وسكشن بي بي. بالمناسبة كده سكشن اي اي انا وظيفته انتهت بالنسبة لي، اللي هيكمل معايا سكشن بي بي. بالنسبة للهوريزونتال سكشن اللي على ارتفاع اتش على 4 من تحت، فدوت اللودز اللي هتروح في الاتجاه الافقي، ودوت هيبقى على ارتفاع اتش على 4، يبقى كل ده اللي هو هيبقى 3/4 في الفا جاما ووتر في الاتش، او 3/4 بيتا جاما ووتر في الاتش، او لو هنا عندي اللي هو الووتر بريشر وايرث بريشر من نفس الناحيه، فيبقى انا عندي هيبقى الفرق ما بين الاتنين في 0.75 كده. السكشن ده برضو لازمته معايا انتهت. لو حد بس هيلاحظ، هيلاحظ ان كل الحوايط دي عليها ووتر بريشر ما عدا هنا ده اللي فاضي، نتيجة ان ده هو بامب روم، فيبقى فيه ارث بريشر بس من بره كده. القطاع ده انتهى بالنسبة لي. انا القطاع الوحيد اللي هيكمل معايا هو سكشن بي بي، اللي هو طلب مني ان انا اعمل له ارسم بيندنج مومنت دياجرام ونورمال فورس دياجرام، واعمل ديزاين للكريتيكال سيكشنز وارسم تسليح. طيب خلينا نبص على القطاع بي بي. طيب اولا انت محتاج تعرف اذا كان ده ديترمنت ولا انديترمنت. احنا قلنا ان في التنكات عندك بنسبه 99%، ما كانش بنسبه 100%، هتلاقي كل التنكات ستاتيكالي انديترمنت، وديجريز اوف ديترمنسي بتاعت انديترمنسي بتاعتها عاليه. طيب فانت هتحتاج تستخدم مومنت ديستريبيوشن زي ما احنا كنا بنستخدمها قبل كده في الاليفيتد تانكس. هل التانك ده، اسال نفسك سؤال في الاول، هل التانك ده سيمتريك؟ لازم تبص عليه. طيب التانك لو انت جيت بصيت عليه هنا هتلاقي ان هو اوكي تمام سيمتريك، اللودز ناحيه اليمين زي اللودز من ناحيه الشمال، الدايمنشنز بتاعت الممبرز ارتفاعاتها ابعادها باليمين زي ناحيه الشمال بالظبط. لازم تسمي الجوينتس بالنسبة لك. فاحنا نيجي هنا سمي الجوينت ده A، سمي الجوينت ده B، سمي الجوينت ده C، ونتيجة أخدنا في الاعتبار السيمتري نسمي ده A داش زي ده، وده B داش زي ده، وده C داش زي ده. تمام كده؟ طيب عشان إن أنت تقدر تجيب البندنج مومنت القيم عند الأماكن المختلفة، أنت محتاج إن أنت تحسب أولا الاستفنس بتاع كل ممبر، تجيب الديستريبيوشن فاكتور بتاعه، تجيب الفيكسد اند مومنت بتاع كل ممبر، بحيث ان انت تقدر تخش جدول المومنت ديستريبيوشن. اولا كده انت عندك تو جوينتس اساسيين، جوينت بي وجوينت سي. جوينت بي انت عندك 3 ممبرز خارجين منها، بي اي بي بي داش وبي سي، ادي 3 ممبرز اهو. فانت محتاج تحسب لهم ديستريبيوشن فاكتور. لو جينا بصينا على الممبر بي ايه ده لوحده، الممبر ده فيكسد هنجد، فالاستفنس بتاعه هتبقى 3/4 اي على ال. طيب وعندنا الممبر بي سي، الممبر ده فيكسد فيكسد ومش بيعدي في اكسس اوف سيمتري التانك، فده الاستفنس بتاعته هتبقى اي على ال. وعندنا الممبر التالت بي بي داش اللي هو فيكسد فيكسد وبيعدي في الاكسس اوف سيمتري بتاع التانك، فده الاستفنس بتاعته هتبقى نص اي على ال. يبقى انا لو عايز احسب ديستريبيوشن فاكتور، الديستريبيوشن فاكتور ده عباره عن الاستفنس بتاع الممبر على السيجما ستيفنس بتاعه الممبر اللي خارجه من الجوينت دي. يبقى انا لو عايز احسب ديستريبيوشن فاكتور لبي اي هيبقى عباره عن 3/4 اي على ال على المجموع بتاع بقى ايه 3/4 اي على ال زائد نص اي على ال زائد اي على ال. تمام كده؟ فيطلع 0.36. بي بي داش هتبقى نفس الحكاية، بس الفرق ان انا هحط فوق نص اي على ال، اوكي، وتحت هنا 0.48. طيب بالنسبة لجوين سي، انا هنا لما كنت بحل كنت بقول اي على ال اي على ال اي على ال. طب ليه كنت بقول كلهم اي اي اي؟ لان التلاتة كان لهم نفس الابعاد، ده 250 ده 250 ده 250. طب هنا هل ده ينطبق هنا ان انا لو قلت ده
اي على ال وده نص اي على ال، هل الاي فعلا بتاعت هنا هي هي الاي بتاعت هنا؟ لو ترجع تفتكر هتفتكر ان احنا كنا قلنا ان دي هناخد تخانتها 450 مللي ودي هناخد تخانتها 250 مللي. ليه خدنا دي 450؟ قلنا عشان موضوع ان الريجيديتي واليونيفورم ستريسز تحت السويل والكلام ده كله. طيب يبقى انت محتاج تحسب الريلاتيف انرشيا ما بين ده وما بين ده، ان ده الانرشيا بتاعه بي تي تكعيب على 12 وده بي تي تانية خالص تكعيب على 12. يبقى انت محتاج تشوف ان الانرشيا بتاعت الفلور دي هتبقى كام مرة قد الانرشيا بتاعت ده عشان تاخد فاكتور اي هو ده اللي يتطيره معاك في المعادلة. طيب بالنسبة للجوين سي انت عندك تو ممبرز خارجة منها سي بي وسي سي داش. سي بي ده فيكسد فيكسد و مش بيعدي في اكسس اوف سيمتري، فالانرشيا بتاعته اي على ال، اي 1 على ال خلينا نقول. اما سي سي داش ده بيعدي في الاكسس اوف سيمتري فيبقى نص اي 2 على ال. يبقى انا عندي الديستريبيوشن فاكتور بتاع ممبر سي بي هيبقى اي على ال، اي 1 على ال على مجموع اي 1 على ال زائد نص اي 2 على ال، ويبقى الديستريبيوشن فاكتور بتاع سي سي داش اللي هو 1 ناقص ديستريبيوشن فاكتور سي بي. كده انا عرفت اجيب ديستريبيوشن فاكتورز اللي الممبرز كلها اللي داخله معايا في الاعتبار. طيب انا محتاج دلوقتي احسب الفيكسد اند مومنتس، يبقى انا محتاج كل ممبر اخده افصصه بره واحسب له الفيكسد اند مومنتس بتاعته. طيب خلينا نبص على ممبر اي بي. اي بي ده لو انت خدته بره هو ممبر فيكسد هنجد، وعايز احسب انا المومنت بتاعه فهاجي هنا فيكسد اند مومنت بي اي اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عندي انا لود يونيفورم هنا على المايل وعندي فيه واحد تاني على اتش على الاربعة، فيبقى عندي بي اي عندي اتنين كومبوننتس للمومنت، واحد نتيجة المثلث الكبير وواحد نتيجة المثلث الصغير. هيبقى هنا في لود 14.8 وهنا 25.2، 14.8 ده المثلث الكبير 25.2 المثلث الصغير. طيب انا عندي 14.8 في الارتفاع اللي هو 4 سكوير على 15 زائد 25.2 في 4 سكوير على 117، دي كومبوننت بتاعة المثلث الكبير ودي الكومبوننت بتاعت المثلث الصغير، يطلع عندي 19.23. طيب بالنسبه لبي بي داش، انا عندي بي بي داش دوت هو هو ممبر عليه يونيفورم لود قيمته 7.4 كيلو نيوتن بير متر سكوير، مفيش غير مومنت واحد بس اللي هو دبليو ال سكوير على 12. انا عندي فيكسد اند مومنت بي بي داش اللي هو 7.4 في 6 سكوير اللي هو الطول على 12 22.2. بالنسبة للممبر بي سي انا عندي مثلثين بيأثروا هنا على بي سي ده، فلو بيتخطوا بره عندي هنا المثلث الكبير والمثلث الصغير، واحد باتناشر واحد باتناشر، يبقى انا عندي هنا اتناشر في اربعة سكوير على تلاتين عشان ده الناحية البعيدة زائد اتناشر في اربعة سكوير على 904 يطلع 6.61. طيب بالنسبة لسي بي هيبقى نفس الاتنين كومبوننتس بس بدل هنا على 30 هيبقى على 20، بدل هنا على 904 على 124. يبقى لي بس ممبر سي سي داش اللي هو هيبقى دبليو ال سكوير على 12 اللي هو 10.33 في 6 سكوير على 12 يطلع 31 كيلو نيوتن متر، وساعتها اقدر ان انا اعمل جدول المومنت ديستريبيوشن زي ما هو عندي. عندي اتنين جوينتس رئيسيين جوينت بي وجوينت سي. جوينت بي زي ما احنا قلنا خارج منها 3 ممبرز بي اي بي بي داش بي سي، وسي خارج منها سي بي وسي سي داش، والديستريبيوشن فاكتور زي ما احنا حسبناها، والفيكسد اند مومنت زي ما احنا حسبناها، بس الفرق ان احنا حاطينها هنا باشارات. احنا كنا اتفقنا قبل كده ان احنا ساين كونفنشن بتاعنا هيبقى كلوك وايز بوزيتيف انتي كلوك وايز نيجاتيف، عموما لو انت غيرتها مش فارقه بس تلتزم بيها من البدايه للنهايه، بس لازم تستخدم اشارات. كنا بنقول ان انت بعد كده للجوينت الواحده بتيجي تجمع قيم المومنتس ديت تعكس اشاراتها وبعدين تقوم تراقبها في الديستريبيوشن فاكتور تجيب قيمه البالانسنج مومنت. بعد كده بيبقى عندك في كاري اوفر مومنت، المومنت اللي عند موجود عند جوينت بيروح نصه للجوينت الثانيه، تمام. بعد كده تعمل سايكل تانية للكاري اوفر للبالانسنج مومنت، تجيب المجموع تقلب اشارته وتضربه في الديستريبيوشن فاكتور،
وبعد كده قيم المجموع بتاع المومنتس دي كلها عند كل جوينت تجيب لك قيمة الفاينل مومنت اللي عندك، وبالتالي يطلع عندك المنظر بالشكل ده. انت جبت قيمة المومنت، واحد ممكن يقول لي طب ما انا جبت كده قيمة المومنت هنا وهنا 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 هنا وهنا بس. طب ما انا دلوقتي محتاج اعرف قيمة المومنت مثلا هنا، هل صعب ان انت تجيب قيمة المومنت هنا؟ لا، انت عندك كده كده يونيفورم لون، وانت عارف قيمة المومنت يمين وعارفه ناحية الشمال، هتعلق البارابولا وتنزل منها دبليو ال سكوير على 8، جبت قيمة المومنت اللي هي 11.06 دي. طيب بالنسبة هنا هل الوضع مختلف؟ خالص، انت عندك هنا مومنت وعندك هنا نفس المومنت، هتعلق البارابولا تنزل منها دبليو ال سكوير على 8، جبت القيمة دي. طيب الموضوع اللي محتاج شوية شغل ان انت تجيب القيمة دي القيمة دي، طيب دول هتجيبهم ازاي؟ هل ينفع هنا اعلق بارابولا واقول هنزل منها دبليو ال سكوير على 8؟ لا مش هينفع، لان انت هنا اوريدي اللودز عندك مش هي فاريبل لودز، هي مش لود زي هنا كده لود كونستانت فاليو من الاول للاخر. فانت هنا بالنسبه لده وده الممبرز دي انت محتاج تاخدها بره وتحسب لها رياكشنز وتحسب لها بوينت اوف زيرو شير. اشمعنى بوينت اوف زيرو شير؟ لان انت الشير دوت هو الديريفيتيف بتاع المومنت، فانت لما يكون عندك شير بزيرو هيبقى عندك المومنت ماكسيمم. فانت لو عرفت المسافه اللي بيحصل عندها البوينت اوف زيرو شير هتقدر تحسب البيندنج مومنت دياجرام عند النقطه دي. يبقى انت هنا لو حسبت البوينت اوف زيرو شير هتقدر تجيب القيمه دي، تقدر تجيب القيمه دي، يبقى انت كده خلصت البيندنج مومنت دياجرام. طيب واحد ممكن يجي يقول لي طب انا دلوقتي خلصت البيندنج مومنت دياجرام، هحسب ازاي النورمال فورس دياجرام؟ انت محتاج عشان تجيب النورمال فورس دياجرام ان انت تفصص الممبرز كلها، كل واحد انديفيديوالي، تحط اللودز بتاعته عليه، تحط قيم المومنت عند اطرافها، وبعدين بسيمبل ستراكشر تبتدي تحسب الرياكشنات. يعني انت في ممبر زي دوت كده محتاج ان انت تيجي تاخد الفلور دي بره، تحط اللود عليه، تجيب المومنت ناحية اليمين، تجيب المومنت ناحية الشمال، تجيب الواي رياكشن هنا، تجيب الواي رياكشن هنا. خلاص كده انت عرفت الحيطة ديت الفرق ما بينها وما بين اللود على الحيطة اللي قبلها قد ايه. طيب هنا ده مين اللي بيأثر؟ ده هنا الانويت بتاع الحيطة، وهنا ده هيجي يزيد عليها قيمة الرياكشن، وهنا هيجي يزيد عليها قيمة الرياكشن بتاع الأرضية اللي تحت دي كمان، يطلع لك المجموع 27.2. طيب واحد عايز يشوف الحمل اللي جاي على النورمال فورس اللي جاية هنا، طيب النورمال فورس اللي جاية هنا واللي جاية هنا هو عبارة عن الرياكشن اللي جاي من الحيطة ديت. فيبقى الحيطة ديت لو انت جيت خدت فصصتها بره وجبت الرياكشنز بتاعتها هي ديت هتكون النورمال فورس اللي مأثرة على الأرضيات ديت. كده انت بقى عندك بيندنج مومنت دياجرام، نورمال فورس دياجرام، تقدر تختار الكريتيكال سيكشنز بتاعتك، تقدر تعمل ديزاين للكريتيكال سيكشنز. طيب الكريتيكال سيكشنز عموما لما انت تيجي تعمل ديزاين، انت لما تيجي تعمل ديزاين عادة هو في المسألة أو في الامتحان هيحدد لك عدد قطاعات تعمل له ديزاين، يعني ممكن يقول لك 4 قطاعات او 5 قطاعات ماكسيموم، 2 اير و2 ووتر وهكذا. فانت هتبتدي تشوف القطاعات اللي عليها اكبر بيندنج مومنت تبتدي بيها، وبعدين اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. طيب يبقى انت عندك هنا ممكن تختار هنا في قطاع، وهنا يبقى في قطاع، وهنا في قطاع، وهنا كده ممكن تبقى في قطاع، وهنا وهنا، لحد أقصى إن أنت تاخد 4 أو 5 قطاعات بالكتير. ديزاين أوف كريتيكال سيكشنز الموضوع كان بيمشي إزاي؟ أنت كان عندك 2 ستيجز رئيسيين، عندك ستيج 1 دي الستيج بتاعت الكراك كنترول، دي ما كنتش أنت بتحسبها غير للووتر سيكشنز بس. كنت أنت بتعمل إيه؟ بتحسب حاجة اسمها اف سي تي اكتشوال اللي هو الأكتشوال تنسايل ستريس اللي مأثر على القطاع، وده بيبقى نتيجة نورمال ومومنت. نورمال ده بوزيتيف او نيجاتيف نتيجة ان هو ممكن يكون عندك مرة تنشن او كومبريشن، بوزيتيف فور تنشن نيجاتيف فور كومبريشن، زائد 6 ام على بي تي سكوير، يحسب كده قيمة الاكتوال ستريس. طيب واحد ممكن يقول لي طب ما انا القيمة بتاعت التي دي هجيبها منين؟ كنا احنا قلنا ان انت بتفرض القيمة الامبيريكال اللي هو روت ام في 10^3 على كي، والقيمة دي تبتدي تحسب منها قيمة اللي هي عادة هتسيف لك الستريسز معاك ان شاء الله، وتحسب على اساس الاف سي تي اكتوال،
وتحسب ال اف سي تي الاوبل اللي هو 0.6 روت اف سي يو على ايتا. طيب الايتا دي قلنا بنجيبها منين؟ كان في ريليشن اللي هي بتاعت التي فيرشوال اللي هي 1 زائد او ناقص تي في 1 زائد او ناقص اف سي تي ان على اف سي تي ام، تجيب التي فيرشوال ومنها تخش في الجدول تجيب قيمه الايتا. بمجرد ما انت حسبت الاف سي تي اكتوال والاف سي تي الاوبل تقدر ان انت تقارن ما بينهم، تتاكد ان الاف سي تي اكتوال اصغر من او يساوي الاف سي تي الاوبل، يبقى هي دي قيمه الثيكنس اللي هتسيف لك كراك ويدث وتخلي الديزاين بتاعك امن ان هو ما يحصلش صدع الحديد التسليح. عندك ستيج 2 ديت اللي انت بتعملها للاير او ووتر سيكشن، كان عاده بيطلع معاك القطاع دوت بيج اكسنتريستي، فكنت انت الاول بتحسب الاكسنتريستي، تحسب الاي على التي، الاي دي اللي هي الاكسنتريستي، التي اللي هي الخانه اللي انت حسبتها، تعرف القطاع ده سمول ولا بيج اكسنتريستي. بنسبه كبيره بيطلع معاك القطاع ده بيج اكسنتريستي، فانت بتحسب بطريقه الاي اس، ان انت تجيب الاي اس وبعدين تحسب الام اس وبعد كده تحسب السي 1 ومنها تجيب الجي وبعد كده تحسب الاي اس بتاعت القطاع. ولازم ما تنساش تاخد في اعتبارك ان انت بتضرب في النهايه في واحد على بيتا كراك. تمام، ده بالنسبه للديزاين اوف كريتيكال سيكشن. طيب بالنسبه للتسليح، طيب هو قال لك في اول المساله ان انت هترسم هاف سيكشنال اليفيشن فور سيكشن بي بي. طيب هاف سيكشنال اليفيشن احنا هنرسم الناحيه التسليح بالكونكريت دايمنشنز ومن ناحيه التسليح بس. طيب لو جينا بصينا، هو التانك دوت انت لازم تاخد في اعتبارك هو هيعمله كونستراكشن ازاي. احنا كنا قلنا ان هنا عند الجوينت دي كده في كونكتد مومنت، فاللي انت عارفه ان انت لما يبقى في كونكتد مومنت المفروض ان انت ما توقفش حديد التسليح. طيب يبقى انت هنا المفروض بعد ما تيجي تخرج من هنا تطلع حديد التسليح، المفروض ان انت عند ما ينفعش توقف حديد هنا عند الماكسيمم مومنت، فلازم الحديد ده يطلع مسافه معينه. المسافه دي اللي احنا كنا قبل كده في الكورسز قبل كده بتاعت الديزاين كنت اتخدتها ان هي ما المفروض المسافه دي ما تقلش عن ال دي اللي هو الديفلوبمنت لين. اوكي، ديفلوبمنت لين ده اللي هو بيعتمد معاك على الاف سي يو، بيعتمد معاك على القطر بتاع الحديد. عاده انت ما بتقللوش عن، يعني هو ممكن يبقى ليه كذا قيمه 60 فاي 55 فاي 50 فاي، عاده انت وانت بتشتغل ما بتقللوش عن 60 الفاي. فانت المفروض الحديد ده نتيجه ان في كونكتد مومنت هنا، المفروض ان انت توصل الحديد ده مسافه 60 فاي. طيب والحديد اللي هنا ده هو ما فيش مومنت ناحيته، بس انت المفروض تعمل له وصله ان هو ما تقلش عن متر هنا او توصله ال دي برضو. سعاده هنا الحديد اللي هيطلع من هنا هيبقى اقصر من الحديد اللي هنا نتيجه ان المومنت هو بره هنا، فده اللي محتاج ال دي. طيب انت بتيجي بتصب القاعده دي، بتحط التسليح بتاعها وتخرج الاشاير وتصبها، بعد كده تيجي تحط الحديد اللي جوه الحيطه ديت. لو جيت بصيت هنا هتلاقي، بص هنا عمل فيونكه وطلع وهنا كمل الحديد نتيجه ان في تباعد. تمام. طيب بالنسبه للحيطه اللي على الشمال ديت، هتلاقي ان انت الحديد بتاعها هنا لازم يحصل اوفرلاب ما بين الحديد ده وده وما بين الحديد ده وده. طيب وهنا بعد نتيجة ان هنا في برضو مومنت بيندنج مومنت، فلازم الحديد ده ما ينفعش يقف هنا، فبيكملوا مسافة اللي دي بعدها. طيب هنا ما بين الأرضية دي والحيطة دي نتيجة ان حصل تداخل في البيندنج مومنت، فلازم ان انت تعمل مقص ما بين الأرضية ديت الحديد بتاع الأرضية دي ما بين الحديد بتاع الحيطة دي. تمام. طيب لازم تلاحظ ان انت عندك في الأرضية الحديد ممكن يكون هنا اللي هو الدوتس ده الاتنين يكونوا قصاد بعض عادي، انما في الحوايط ما ينفعش يكونوا قصاد بعض، لازم يبقى لو واحد كان جوه التاني يبقى بره. ليه بيتعمل بالشكل دوت؟ لان انت الحديد الرأسي ده هو اللي بيتعلق عليه الحديد الأفقي، فأنت بالأول بتحط الحديد الرأسي ده تثبته، بعدين تقوم جايب السياخ اللي هي الأفقية اللي هي هتبقى داخلة جوه التانك تقوم مثبتها فيها بسلك رباط. طب لو أنا عايز أعمل التاني ده جوه، مش هينفع إن أنا أقوم جايب السياخ الأفقية حاططها ومثبتها في الهواء، لازم يكون ليها حاجة سبورت.
الأول هاجي أقوم حاطط السياخ الرأسي. طيب هل الأسهل بالنسبة لي إن أنا لما أجي أحط بقى السياخ الأفقية أقوم حشرها من جوه كده وأنا واقف بره هنا، وأقوم أنا حشرها من جوه وأقعد أجيب 100 واحد بقى يمسكوها لي وبعدين أقوم مثبتها بسلك رباط، ولا إن أنا أقوم حاططها على السيرفس بره كده أسهل لي؟ والأسهل لك إن أنت تحطها على السيرفس بره. فكده أنت عادة المنظر ده لازم تاخد في اعتبارك دايما، إن أنت الحديد لو واحد جوه التاني بيبقى بره، لو ده اللي كان جوه التاني هيبقى بره. وتحط حديد للكاميرا، انت اي نعم مش حاسبه بس حطه اي قيمة وخلاص، بحيث ان انت تكون عامل انديكيشن الحديد ده هيكون موجود. طبعا لازم تلاحظ ان انت عند تقاطع الحيطة مع الارضية هيبقى فيه هونشز، هنا انت محتاجتش مثلا، بس هنا انت احتجت نتيجة ان هنا التخانة بتاعت الارضية كانت كبيرة محتاجتش تعمل هونش، لكن هنا انت ايه احتجت ان انت تعمل هونش هنا. لو انت التخانة عندك سيفت وانت محتاجتش تعمل هونشات خلاص خير وبركة. لو احتجت ان انت لقيت ان الارضية والحيطة محتاجين تخانتهم تزيد عشان يستحملوا البندنج مومنت دوت، يبقى انت ساعتها مضطر ان انت تعمل هونش. كده الاكزامبل انتهى، واتمنى ان انتوا تكونوا الموضوع وصل لكم بنسبة كبيرة ان شاء الله، وان الموضوع يكون واضح بإذن الله.